كل نموذج مشرف من سيدات مصر اللي قدروا يحققوا نجاحات عظيمة بنفتخر بيها النهاردة. بدأوا زمان بحلم كبير، فاحنا دورنا نفتح الباب لأحلام كتيرة من الفتيات الواعدات. مجهود كبير بتقوم بيه هيئة بلان انترناشونال ايجيبت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم مبادرة فتيات في أدوار قيادية لدعم الفتيات وتمكينهم في المستقبل من مناصب قيادية في المجتمع. سيادة الرئيس كان أصدر قرار بإطلاق برنامج الفرص المتكافئة، يعني بشوف إيه الفجوة اللي ممكن نغطيها لأي شخص محتاج نكمل حاجة عشان يبقى عنده فرص متكافئة زيه زي غيره. The day helps me recommit to plan's mission and purpose of advancing children's rights and equality for girls and doing everything I can to ensure that we reach more and more and more girls in Egypt and around the world. It's the 10th anniversary of this important international day. Girls all over the world are breaking barriers and boundaries, and Canada is so happy to be able to support girls in Egypt. احنا كوزارة خارجية عندنا فتيات مثل حضرتك وعندنا أكبر من كده في مناصب قيادية، وإن شاء الله في يوم من الأيام نشوف حضرتك ونشوف بنات كتير زيك موجودين معانا. فأنا أول قرار هاخده هو توسيع مجال المرأة في الوزارة، لأن الوزارة ليها مكان كويس قوي قوي لدعم المرأة وحقوقها. بعد ما شاركت في المبادرة وبصفتي رئيس قطاع الشباب في جمهورية مصر العربية، بقترح تواجد أنشطة من الوزارات داخل المدارس. أول قرار هاخده في المنصب إن أنا هحاول إني أخلي الهلال الأحمر يكون متواجد في كل المحافظات. لو أنا بمثل دور وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم، مثلا أي مكان بشوفه غير مؤهل لذوي الاحتياجات الخاصة أحاول أوفر فيه الإمكانيات اللي تأهله. مبادرة فتيات في أدوار قيادية بيكون نتيجها تنسيق يوم كامل يعيشوه الفتيات في منصب قيادي لمحاكاة المسؤولية بجميع تفاصيلها. كان دوري إني أتقلد منصب رئيس القومي للمرأة لمدة يوم، تعرفت على دكتور مايا وعرفتني على الإدارات المختلفة جوه المجلس وإزاي بيتم استقبال الشكاوي. أكتر حاجة استفدتها النهاردة إن أنا بقى عندي ثقة بنفسي وإني أنا ما بقاش متوترة. كان لي الشرف إن أنا في مبادرة فتيات في أدوار قيادية 2022، الفتاة اللي مثلت دور وزيرة التضامن معالي الوزيرة نيفين القباش. وليت منصب مكان أستاذ شريف عامر في برنامج يحدث في مصر الآن، حاولت إن أنا أكتسب خبرة منه وأفهم هو بيتكلم عن إيه، فهمني إيجابيات وسلبيات عن الموضوع اللي أنا بتكلم عنه. اجتمعت مع فريق سفارة كندا، عرفني إزاي يكون ليا حقوق وواجبات وإن أنا أعرف أفرق بين الصح والغلط. فتيات في أدوار قيادية مبادرة بتعلم فتيات مصر يثقوا في اللي يقدروا يحققوه ويتعلموا إزاي يختاروا تخصصاتهم ويرسموا باختياراتهم ملامح مستقبلهم اللي بدوره هيشكل مستقبل وطن. أنا نفسي إن كل بنت تكون عارفة حقوقها وعارفة إزاي تطالب بيها، كل بنت تكون واثقة في نفسها وإمكانياتها. مسكي بحلمك وهدفك وسعي تحقيقه، ومهما جاتك صعوبات يعني هتقعي مرة اتنين تلاتة قومي تاني وكملي. مش مهم الناس شايفاك فين، المهم الطريقة اللي انت شايف نفسك بيها الناس كلها هتشوفك بيها. لازم يكون عندنا هدف، لازم يكون عندنا كارير واستقلالية. قرارك بإيدك وانك هتقدري بتعليمك وحلمك هتوصلي اللي انت عايزاه وهتقدري تتحدي اي مشكلة تقابلك. الجزء بتاع تغيير الشخص في حاجتين، في العمل النفسي وده اللي بنعمله للأشخاص ولأسرهم، والجزء الآخر على الشخص نفسه. احنا بنؤمن ان خلف كل إعاقة طاقة، فإزاي تطلعي الطاقة من الشخص دوت.